ايه جاهزة؟ يعطيك العافية، شوفي المطبخ نظفيه منيح. على عيني. شو ماما؟ شلون الدراسة؟ الحمد لله يا ماما، الحمد لله. بس أنا اللي محيرني إنه كل شيء طاب، أنا يعني راسي طاب، ورك الأيسر طاب، الحمد لله، كوعي طاب، كلني طبط، الحمد لله. بس إصبعتي صار لي 3 أسابيع ما كانت تطيب، برغم إنه بابا دكتور عم حيرني. بتطيب يا حبيبي، بتطيب. بتطيب إن شاء الله. أنت بس اهتم بدراستك. إن شاء الله ادعي لي يا ماما، ادعي لي. الله يوفقك. أنا بحاجة لدعواتك. أنا بعد بكرة فحصي وبجوز أحطوني يعني. لا لا حبيبي لا، أنت بس اهتم بدراستك وما بدنا شيء، الله يوفقك ويرضى عليك وما يضيع لك تعب. حبيبي أنت إذا اعتزت شيء استعين برفقاتك ماما. رفقاتي؟ رفقاتي؟ مين بدي استعين بالشكدوحة؟ ما هن أصل السبب. بعين الله يا ابني بعين الله. ماما بتحب قول لليلى تعمل لك فنجان قهوة؟ إيه يا ريت. تكرم عيونك يا حبيبي. لو سمحتي ماما بدي أستعين بإذنك. إيه تكرم يا حبيبي. ليلى؟ يا ليلى؟ نعم. شوفي شوفي بالأول مين، بعدين اعملي القهوة. بسرعة. عم تتحجج بإصبعتك مو؟ إصبعتي عم تجعني، شوفي لي مين، شوفي. شوفي مين إجا. ها؟ إجت القاسي سحر. سحر؟ إيه سحر. يييي. انبسطت روميو؟ أصيلة هالسحر، أصيلة. أيوه. إيه لكا. مرحبا. مرحبا سارة، أهلين. أهلا الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله. هي الله بعث لك مين يساعدك. الحمد لله. شو شلونك هلا؟ إن شاء الله تحسنت. الحمد لله أحسن، يعني طبط كلمي ما بقى يعني غير إصبعي. أعطيكم قهوة. إي ما بعرف. شو بدي أقول لك طارق؟ جبت لك دفتري في كل المحاضرات اللي ناقصتك، بلكي بتستفيد منها. الله يسلم هالإيدين، شكرا كثير، شكرا كثير. أهلين كيفك؟ شلونك نهى؟ شو أخبارك؟ صحة. أنا آسف كثير وخجلان منك. فعلا لانه كنت بفتره من الفترات فظ معك، فارجو انك تسامحيني. انا بالنسبه لي مسامحتك، بعدين المهم انه نلبس صفحه جديده. يلا تعال ندرس وعف الله عما عملنا. يلا. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.